ولما جه تبيع الصحابيات تبيع النبي عليه الصلاه والسلام على بيع على الاسلام، وجت هند بنت عتبه قال وقال يشركنا بلا ولا يزنين، قالت له اه وتزني الحره يا رسول الله؟ يعني ايه ده؟ لا طبعا. فكان استنكار الامر في الاول وفي الاخر ده حرام في الثلاث اديان حرام. الزنا فاحشه ومقت وساء سبيل ولا تقربه. القرب من فاحشه الزنا والعياذ بالله مجرد الخطوات بتاعته توقعك فيه. ما انت مش بطل، ما احنا ما نروحش نختبر نفسنا وقوتنا الشخصيه واللي مش عارفه وايه ولا واحنا قادرين واحنا كذا وانت حاطط نفسك في وسط شبهات. ما ينفعش. تاني حاجه تعالي هنا يا دي البنت، هو انت لما تقعدي مع واحد بص بيعمل فيك ايه؟ بيتسلى؟ لا لا لا، هو ياخدك لحم ويرميك عظمه. اه ده اسود من كده، انا مش عايزه اقول لفظ اتقال لكن هو ده التوصيف. ليه ترخصي نفسك والاسلام عزك ويجي لك لحد بيتك وتقعدي معززه مكرمه وتسالي موافقه موافقه مش موافقه في قبول ما فيش قبول ويجي المهر ويدفع ويعمل ويقها مؤخر كل الكلام ده؟ الاسلام عزك، ليه تذلي نفسك؟ ما هو مش سوق الاختيار او عاده بتقول لك البضاعه شحه في السوق، ما فيش رجاله، ما فيش مكذا، يبقى مش جوازه وخلاص. ونطلع نعقدي نفسك وتعقدي الناس وتعقدي البنات اصل، والصبيان نفس الكلام والشباب نفس الكلام عشان ما فيش جوازات. بشوف بنات في جوازات اقسم بالله انا لو كنت امها كده كنت مسكتها من ودانها دافع عصتها لها قلت لها ايه ده؟ لا انا تجيب لي دليفري انا مش متعوده ابو. طب الراجل مقدرته كذا ومحترم وخلوق وكريم معاكي وتقول لك لا انا مش عارفه مش عايزه لا مش قادره واشوف مش لا هدومك مش نزلها اللاندري تحت ونزلها المغسله. يجي الراجل بتاع المغسله ما اعرفش عايز مبلغ قد ايه. ايه ده؟ ليه كده؟ وده مش مره ولا اتنين ولا تعبانه، لا ده دايما الحياه هيبقى كده. مع انها في بيت اهلها ما كانتش كده بس كان في ام هي اللي بتعمل فكانتش محمله مسؤوليه. ده جانب بنشوفه. يقول لك لا وانا اخد واحده ليه؟ وادفع ربع مليون جنيه ليه؟ طبعا كارثه من الكوارث. النقطه الثانيه نقطة الشباب نفس الكلام، تيجي واحد تتجوز واحد اتكالي ولا واحد معرفش فيه ايه، لكن ده ما ينفيش ان الزواج منظومة انزلها ربنا سبحانه وتعالى. الزواج منظومة ربنا نزلها علشان خاطر حاجة واحدة بس، حفظ الانساب والاعراض ويبقى جواك شهوة لجواك كذا تقضى في الحلال. الطريق الوحيد اللي ربنا حلله لقضاء الشهوات. وفي بضع احدكم قالوا يا رسول الله صدقه، قالوا يا رسول الله بضع احدكم صدقه، قالوا يا رسول الله او يضع احدنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم. ارايت ان وضعها في حرام؟ ها؟ ارايت ان وضعها في حرام؟ فاجي انا احلل الزنا واقول ده اصلها مساكنه؟ مساكنه ايه؟ مساكنه ايه وبتاع ايه؟ والله العظيم والله خطوات للشيطان، الشيطان يعدكم الفقر والفقر ويامركم بالفحشاء. ويسميها بقى عارفين انت تزيين الكلمات، ده مش كذب انا ببشر وبهزر، ده مش زنا ده مساكنه. ايه يا بشر منفوه؟ احنا وصلنا لدرجه الانحطاط ولدرجه الجهل ولدرجه خلاص البعد عن اساسيات الدين. ده اساس البعد عن اساسيات الدين. حتى في العيل الصغير عارف ان ده حلال وده حرام. اه هي انا مش قادره اكمل ان ده حلال وده حرام بس